ما أبرز الأسباب التي تعين على قيام الليل؟ فقد عانيت كثيرا في قيام الليل ثم لا أستمر، وما توجيه فضيلتكم؟ أكثر الأسباب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل، يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. من أعظم الأسباب أنك إذا صليت العشاء تنام، لأجل تنام على بعد صلاة، على إثر صلاة، تنام على إثر صلاة، هذا شيء. والشيء الثاني لأجل تأخذ حظك من النوم والراحة. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والناشئة الليل هي القيام بعد نوم، بعد نوم. فأعظم الأسباب إنك تبكر بالنوم، وكذلك الصبر. أن تقول إنك حاولت لكنك ما صبرت، تصبر، تكابد في أول الأمر، تكابد ثم في النهاية تتلذذ وترتاح نفسك وتألف. هذا الشيء يحتاج إلى صبر. نعم.